أم صلي وسلم على سيدنا محمد حبيب قلب أم أشرف داخل مصر وخارج مصر، يا أحلى متابعين أم أشرف. هنسمي ونقول بسم الله توكلنا على الله، طول ما احنا بنسمي الله حاجتنا بتطلع جميلة وربنا اللي بيحط الطعم. معانا كده الحمام ده النهاردة جاي لنا هنعمله بسم الله. طبعا احنا أي حد بيجيب لنا حاجة بنخش نفسنا عنه بنعملها ايه؟ بسم الله سلم على سيدنا محمد حبيب قلب داخل مصر وخارج مصر، يا احلى متابعين ام اشرف. طول ما احنا بنسمي الله بنقول بسم الله توكلنا على الله. اللهم صل على سيدنا محمد حبيب قلبي. طول ما احنا بنسمي الله بنقول بسم الله توكلنا على الله. بنحشي الحمام معاكوا كده اهو حبايب قلب ام اشرف داخل مصر وخارج مصر، يا احلى متابعين ام اشرف. متشكرين على وقفكم وعلى دعمكم معانا، انا بشكركم قوي. وما تنسوناش في اللايك بقى والاشتراك يا احلى متابعين، وتفعلوا زرار الجرس وكل جديد هيجي لكم من قناه ام اشرف للاكلات. بسم الله توكلنا على الله. بحشي هقول معاكم الحمام اللهم صل على سيدنا محمد حبايب قلب ام اشرف. حشيته معاكم اهو، وادي شوربتي بتغلي من بدري وحاطه فيها البصل وحاطه ورق لولو بسم الله، وحاطه معلقه بهارات صغيره السبع بهارات، وانزل كده واحطه لازم انا اسقيته كده وهو الميه بتقلب قوي عشان يقفل، وانا المسوش بقى خالص الا ما يقلب قلبتين بسم الله. اللهم صل على سيدنا محمد يا احلى متابعين ام اشرف حبايب قلبي داخل مصر وخارج مصر، يا احلى متابعين. طبعا انا هطلعته وبحمره معاكم، حمره كده في الجريل زي ما انتم شايفين يا احلى متابعين ام اشرف بسم الله. شايفين المستوى جميل ازاي والمحشي والفريك مخليه جميل يا احلى متابعين ام اشرف بسم الله. بسم الله بسم الله. اللهم صل على سيدنا. وادي قدمناه معاكم اهو، وادي ايه شوربتنا وبسلتنا يا احلى متابعين ام اشرف حبايب.